ونبدأ رادار الأخبار من السودان، حيث رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي والذي جرى توقيعه في الخرطوم، وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشكل أو بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية لاستئناف مساعدات التنمية الدولية. ينص الاتفاق الذي وقعته قوى مدنية مع قادة الجيش على إقامة حكم مدني وإصلاح الجيش، كما أكد الاتفاق أيضا على أن يكون رئيس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة، فيما يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة في البلاد. إلى ذلك، أكد رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السعي من أجل تحويل الجيش لمؤسسة دستورية خاضعة للقانون، مشددا على ضرورة عدم استخدامها لعوامل قوتها من أجل تحقيق مصالح شخصية. تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسييسه أو تحيزه إلى حزب أو جماعة أو أيديولوجيا. أيضا يجب أن لا تستخدم المؤسسة العسكرية عوامل القوة التي تمتلكها لمصلحة خاصة فردية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو تنظيمية. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان ديغالو أكد ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وذلك من أجل إقامة نظام ديمقراطي مستدام، كما شدد على ضرورة عدم استخدام القوى السياسية للجيش من أجل الوصول إلى السلطة. انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة وهو ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام. وهذا يستوجب أيضا التزام القوى والأحزاب السياسية بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول إلى السلطة كما حدث عبر التاريخ، وذلك يتطلب بناء جيش قومي ومهني ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد يعكس تنوع السودان ويحمي النظام الديمقراطي. وبدوره، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان الواثق البرير أن الاتفاق الإطاري هذا يهدف لإقامة سلطة مدنية كاملة، فيما يضع حدا للسياسات الخاطئة في السودان. يأتي توقيع الاتفاق الإطاري اليوم ليعلن البدء في عملية سياسية تنطلق من دروس وعبر تجارب السودان ومن تجارب المنطقة ومن العالم، والتي تنبع من قناعة راسخة بأن بلادنا تستشرف عهد جديد يؤسس خلاله لحكم مدني ديمقراطي وينهي الانقلابات العسكرية للأبد ويحقق العدالة والسلام وينهي دولة التمكين لصالح دولة المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد. ومن جانبه، اعتبر المبعوث الدولي للسودان فولكر بيرتس أن توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة والقوى المدنية في السودان لم يكن ليحدث لولا الآلية الثلاثية والتي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، آملا أن يتم تطبيق جميع مواد الاتفاق. آمل أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تستطيع أن تعالج الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي. إن هذا الاتفاق الإطاري ليس مثاليا، ولكنه يوفر أساسا جيدا جدا للبدء في استيادة الحكم المدني. أشجع جميع الأطراف الآخرين على الانضمام إلى العملية السياسية والمشاركة البناءة في سعي لتحقيق هذا الهدف. وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس، وينضم إلينا أيضا من واشنطن مراسلنا مجدي
يازجي، إذن سأبدأ معك بالتأكيد خالد مع أبرز ردود الفعل، أبرز المتابعات أيضا في ضوء هذا التوقيع وحجم التفاؤل بهذا التوقيع بانتظار انضمام ربما، لأن الاتفاق الإطاري هذا يبقى مفتوحا على القوى المعارضة والمناوئة له. متى نتوقع بعد المفاوضات لتشكيل هذه الحكومة ولتنزيل البنود اللي نص عليها الاتفاق الإطاري كما تابعناه؟ نعم إيمان، ردود الفعل في الشارع يجب التنويه أولا إلى أن ردود الفعل هذه تشمل احتجاجات مستمرة إلى الآن. عمليات الكر والفرد بين محتجين والشرطة تدور هنا في قريبا مني حيث أقف في المدخل الجنوبي لشارع القصر. الشرطة السودانية تستخدم قنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق عشرات المحتجين الذين يرفضون ما يصفونها بالتسوية الثنائية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير. بطبيعة الحال هناك يعني عدد من القوى والكتل السياسية على رأسها الجبهة الثورية وكذلك قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي والحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة وغير ذلك من القوى السياسية وقعت على هذا الاتفاق إلى جانب المكون العسكري، هذا الاتفاق الإطاري، فيما ترفضه حتى اللحظة الكتلة الديمقراطية التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو وكذلك بعض الأطراف الأخرى مثل الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة وكذلك حزب المؤتمر الوطني المحلول. لكن هناك قدر من التفاؤل ربما لناحية أن بعض هذه القوى ربما تنضم لهذا الاتفاق الإطاري قبل توقيع الاتفاق النهائي، فيما يعني يبدي آخرون تشاؤمهم حيال هذا الأمر ويرون أن الاتفاق النهائي ربما يعني يلزمه بعض الوقت لأن هناك بعض القضايا الرئيسية مثل العدالة والعدالة الانتقالية وكذلك ملف السلام بالإضافة إلى الإصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان، هذه القضايا وتفكيك نظام البشير أيضا، هذه كلها قضايا تنتظر البحث قبل توقيع الاتفاق النهائي إيمان. لهذا يعني يبدو المشهد بين التفاؤل والتشاؤم حتى اللحظة إيمان. نعم بالتأكيد، وستكون لنا متابعة لآخر ربما التطبيقات وتنزيلات هذه الخطوة المهمة، خطوة يعني تحظى بالتأكيد باهتمام المجتمع الدولي والقوى الكبرى العالم من أبرزها أيضا الولايات المتحدة. وهنا سأرصد الموقف الأمريكي مجدي يازجي مع إعلان الولايات المتحدة بأنها تنسق مع شركائها من أجل دعم اقتصادي كبير، ولكن مع تنفيذ هذا الاتفاق ومع التوافق وإعلان على حكومة مدنية في أقرب الأجال، بالتالي ماذا في ماهية الموقف الأمريكي عقب هذا التوقيع وما المتوقع أيضا منها بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ إيمان، عقب التوقيع مباشرة صدر بيان مفصل من الخارجية الأمريكية رحب ترحيبا واسعا وكبيرا بالاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت هذه الخطوة أساسية نحو التحرك إلى حكومة مدنية تقود البلاد وتقود السودان، وأيضا رحبت جدا بإيضاحات وتشديدات الجيش السوداني بأنه لن ينخرط بعد ذلك في العملية السياسية السودانية بل سينخرط في الحوار والتعاون الشامل والمشترك ما بين المكون المدني والمكون العسكري وأنه سيبتعد تماما عن الحياة السياسية. كان في تشديد واضح جدا في البيان الأمريكي حول هذه النقطة، أيضا بعد ترحيبها بإعلان هذه الخطوة واعتبرها أنها أساسية نحو التوجه إلى حكومة مدنية، شددت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستشكل فترة انتقالية إيمان تتوج بالانتخابات بعد ذلك، بعد هذه الخطوة خطوة الاتفاق الإطاري. وأيضا تحدثت أن هذه الخطوة من شأنها أن تطلق العنان مجددا للمساعدة الدولية وإلى شراكة أمريكية ودولية مع السودان كحليف أساسي ومركزي في المنطقة والاستفادة من الإمكانيات السودانية الهائلة في الحقيقة على مستويات عدة. وكل ذلك على ما يبدو كان مصدر ترحيب واسع وكبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها أيضا، وتعويل على هذه الخطوة بأنها قد تكون خطوة إيجابية كبيرة جدا لما هو قادم بمستقبل السودان ومستقبل العلاقات الأمريكية السودانية تحديدا، وتعويل على قيادة مدنية ووجود طبعا المكون العسكري في ثكناته وفي دوره العسكري. كان في تشديد كبير جدا من واشنطن على هذه النقطة إيمان. نعم، إذن شكرا جزيلا لكم مراسلين من واشنطن مجدي يازجي ومن الخرطوم في السودان مراسلنا خالد عويس، شكرا جزيلا.